ما زلنا معكم في لباس ضيفنا الموالي هو السيد رياض بن فضل منسق عام القطب والمسار الديمقراطي الاجتماعي. مرحبا سي رياض. مرحبا بك، شنو احوالك؟ سيد رياض بن فضل الجمهوري حباس لك؟ لاباس. مرحبا بك. باهي، نحبوا نفهموا ساعة، نحبوا نفهموا خاطر عندك مدة غبت، لاباس؟ ماكش روشيرشي؟ ماكش حاجة؟ لا لا، مش مانيش روشيرشي، الحمد لله يا رب. ماكش سلفي عامل عمل؟ لا لا، مانيش سلفي، لا لا، ما تخافش، الحمد لله يا رب. باهي، باهي، الخارطة السياسية كيما خارطة الزلازل، تمشي وتتبدل في تونس بطريقة غريبة. باهي، أنت اليوم في بلاصة، نجموا نلقاوك في بلاصة أخرى. نحبوا نفهموا المسار الديمقراطي الاجتماعي، خاطر بصراحة برشا مش فاهمين به اللي تكون هذا وقتاش تكون. يضم حركة التجديد، حزب العمل التونسي، مستقلين من القطب الديمقراطي في أفريل، يظهر في أفريل أعلنتوا على التكوين. به من الأول داخل بعضها مانيش فاهمين، خاطر توا التجديد تبعين القطب ومعاهم مستقلين من القطب، معناتها ما فهمناش شنيا. به في جويليا المسار الديمقراطي سمعنا انه خرجوا منه عبيد والتحقوا بنداء تونس، عبيد مستقلين خاصه من القطب. ما نعرفش شكون اللي بقى من القطب وشكون اللي ما بقاش. به وفي نفس الوقت سمعنا اللي الحزب الجمهوري البي دي بي سي بقن، والحزب معناتها تو بديت انا في اللي مانيش فاهم حد شيء. زلزال فوالا، بديت نحكي في كلام مانيش فاهمه معناتها. به دونك الحزب الجمهوري وحزب التجديد سمعنا اللي قابلوا في نداء تونس باش يتلموا في جبهه. دونك المسار الديمقراطي في الاخر شنو اللي بقى منه معناتها؟ احنا المسار الديمقراطي الاجتماعي تكون بعد ندوه وطنيه في 31 مارس و1 افريل، والمكونات الثلاثه للمسار هما حركه التجديد، حزب العمل التونسي، والقطب الديمقراطي الحداثي. نحن في معناها بناء هذا الحزب ومكوناته تتعاطى مع الحياة السياسية والاجتماعية التونسية ككل المكونات على الأطياف السياسية في البلاد هذه. وبعد تكوين حزب نداء تونس فما أطراف من مكونات المسار خذت قرار والتحقت بحركة نداء تونس، بحزب حركة نداء تونس. والمسار اليوم علاش سامحني سي رياض اسمه مسار، علاش مش حزب؟ معناتها حزب هو ولا مش حزب؟ هو حزب في صدد التكوين وفي صدد بناء نفسه، وان شاء الله مؤتمر المسار، المؤتمر التأسيسي للمسار سينعقد قبل نهاية شهر اكتوبر. وفي هذا السياق القوى السياسية المكونة للمسار قاعدة تخدم مع بعضها وقاعدة تتفاعل سياسيا واجتماعيا باش تعطي للمسار دفعة على الميدان. وعلى هذاك اللي حكيت عليه، معناها لافيد ريشيرش ما كانش موجود، بل كنا نتعامل غطسين باش نأطروا ونهيكلوا المسار جهويا وفي المناطق الكل في البلاد. وممكن زاد مقتنعين اللي كثرة الظهور ما تنفعش برشا، عندكم تجربة مرة انه كثرة الظهور مش بضرورة نافعة. التجربة هذه عشناها في القطب بالذات. أي. ونسبة الظهور نتاعنا ما كانتش متقابلة مع مردود الانتخابي. أيه. لذلك معناها أخذنا القرار بتكثيف العمل الميداني ودعم وجودنا وبالأساس علاقتنا مع الكوادر نتاعنا داخل الجمهورية. هذا قرار لا رجوع فيه. ربما زاد القطب بصراحة، معناتها احنا عشنا صحراء ثقافية لمدة 50 سنة، القطب عمل على نخبة ثقافية، ظهر المواطن ما عندوش فيها ثقة، معناتها ظهرت عايشة في عالم آخر بصراحة. معناتها خاطر تعرف أغلبية الفنانين والإعلاميين وغيرهم مع القطب، وتعرف اللي المواطن التونسي معنا شيء ماشي، ما عنده ثقة في حتى حد وما عندوش الثقافة ولا الإعلام اللي يرضى به. دونك مشاكل القطاعين هذم جاوا على ظهركم زادة. أكيد الأغلبية الساحقة المثقفين والفنانين والإعلاميين مشيت مع القطب. المشكلة الأساسية اللي القطب في الحملة الانتخابية خذا مواقف صريحة وما دخلناش في سياسة الدمغجة والوعود اللي اليوم حطتنا في وضع رديء. بمعنى مواقف صريحة اش معناتها؟ معناها احنا القطب في برنامجنا قلنا انه نسبة النمو ماهيش باش تتجاوز 2.8،
وفي الحملة الانتخابية قوى أخرى كانت تتحدث على 8-9%. قلنا إنه ما فماش إمكانية باش نوظفوا أكثر من 75,000 ونخلقوا أكثر من 75,000 مواطن شغل. وقوى سياسية أخرى مش باش نذكرها اليوم فما الوعد حتى 300,000 موطن شغل. مش باش تذكرها خاطر قالوا لكم يزي ما تذكروا فيها. لا 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 معناها سرياف الشعب التونسي فد من الوعود. باش نحكي معك بلغة الشعب. يا أخي انتخبوهم على برنامج انتخاب، فما مواطن قرا برنامج انتخابي الحزب هو. هذه غلطة من أغلاط القطب. تيش من برنامج معناتها انتخبوا الوجوه معناتها. انتخبوا الوجوه والغلطة احنا توا يلزم الناس بعد التجربة المريرة اللي عشناها بعد 23 أكتوبر يلزم الشعب التونسي والمواطنين يفهموا اللي ما يجموش يعطوا شاك على بياض لحتى حد ونراجعوا الناس كيما الوعود نتاعها. خبره المواطنين ناقصين خبره، هذاك انتخبوا خاطر بارامونيس مليح، هذاك يخاف ربي، هذاك عاقل، هذاك مناضل، هذاكم هما الانتخابات. اما باش تقول لي برنامج، حتى المواطنين مازال ما عندهمش خبره باش يقراوا برامج. هذا اثنين نمو تو مثلا البلاد ماكله بعضها وفقر وغلاه ويقول لي نسبه نمو 3%، ايش معناتها؟ معناها حاجه ماهيش باش تكفي باش نلبيو ربع الوعود اللي تعطات في الحمله الانتخابيه. واضح به. ارجع لي انه ناس من المسار مشيت لنداء تونس. ما مشاوش خاطر نداء تونس عجبهم، قالوا مشي خاطر المسار داخل بعضه ومش باش يتفقوا. معناتها مشاو بموقف من انه المسار حاسينه باش يطول، معناتها المخاض باش يطول. والله احنا عندنا خيارين، سواء نعملوا حزب ونعملوه على الورق ونعطيله تركيبه اداريه وبعد في الصندي ما يصير حتى شيء، ولا ناخذ وقتنا ونبنيو هياكلنا. وحسب رايي الناس اللي غادرت المسار والتحقت بنداء تونس غادرت المسار على قاعده حسب رايي اكثر منها سياسيه منها هيكليه وتنظيميه. والخلاف معاهم اليوم خلاف حسم لانه غادروا حزبنا ومشاو بنداء تونس، وان شاء الله في نداء تونس يلقاو الاطر اللي بيسمح لهم باش يخدموا كما احنا قد نخدموا في مجالنا. به اليوم الناس تحكي على زوز معناتها قوى كبيره على النهضه وعلى نداء تونس. بالنسبه لكم المسار ما كومش ماشيين نداء تونس في كل الحالات، لانك انت كنت حكيت مع الدساتره وحكيت عليهم بكلام انه لازم الدساتره يعتذروا ويوريوا معناتها يكشفوا معناتها يعملوا صفحه بيضاء كما يقولوا. مع تحكيت انه تقول مش ممكن الدساتره يرجعوا للساحه السياسيه ما غير حساب حتى معنا. احنا اليوم موقفنا واضح، نحن مع بناء جبهه انتخابيه على قدم المساواه مع نداء تونس مع الجمهوري مع كل القوى التقدميه والديمقراطيه اللي نتقاسم معاها قيم الجمهورية، قيم العدالة الاجتماعية، قيم الكرامة، وما عندنا حتى مشكل مع حتى حد. نتفاهموا على أرضية على خارطة الطريق ونخدموا مع الناس الكل. أما للانتخابات لأن في الانتخابات. مش ديولوجين ماناش متقاربين، معناتها الفترة معينة الفترة معينة انتخابية. جبهة انتخابية نتقاسموا فيها ورقة وخارطة الطريق ومن ثم نحاولوا نحسنوا في مردود القوى الديمقراطيه والتقدميه والجمهوريه في الاستحقاق الانتخابي. احنا طرحين في المسار ارضيه عمل. الارضيه هذه الناس اللي باش تمشي فيها ونتقاطعوا فيها قيم ونبنيوا مع بعضنا ارضيه حد ادنى بما فيه ممثلي حركه نداء تونس. احنا اليوم ما عندنا مشكله مع حتى حد وما فماش الجبهه الانتخابيه هذه اللي نحبوا نبنيوها، الجبهه المدنيه الاجتماعيه التقدميه الديمقراطيه مفتوحه للكل، مفتوحه للاخوه والرفاق في جبهه 14 جانفي لليوم اللي عندها النهارين تكونت اسمها اليوم الجبهه الشعبيه. ونحكيو كيف كيف مع الجمهوري ونحكيو كيف كيف مع اصدقائنا في الحركة الوطنية في العائلة الوطنية الديمقراطية ونحكي نفس الشيء مع أصدقائنا في العائلة القومية. اليوم فما استحقاق انتخابي قادم، يلزم أول شيء نضمنوه خاطر ما فما حتى شيء مضمون مع الحكومة هذه. إيش معناتها نضمنوه؟ معناها نضمنوا أنه الاستحقاق الانتخابي باش يتم في أقرب وقت. أي. لأنه المرحلة اليوم مرحلة صعبة وحتى حد ما ينجم يضمن حتى شيء ما عدا تحت ضغط شعبي سياسي
وفي المجلس التأسيسي. سيد حبيب خضر قال أن الدستور لن يكون جاهزا قبل فيفري القادم، في حين سيد مصطفى بن جعفر يؤكد أنه بش يكون جاهز في أكتوبر. معناتها هل تعتقد أنه سيد مصطفى بن جعفر عايش في بلانيت مارس قبل ما يخلطوا لها الأمريكان؟ معناتها لا لا، أنا حسب رأيي سي مصطفى معناها وبصفة عامة تكتل عمل خيار منش متفهمين مع هذا، منش متوافقين مع هذا الخيار، أما خيار يحترم. التكتل تخلف المعركة هذه وتخلف في الحكومة هذه على قاعدة معركة دستورية في تحديد الزمن وضمان دستور مدني اجتماعي ديمقراطي. سي الحبيب عنده تكهنات وحسابات أخرى ما هيش حسابات التكتل. ممكن أقرب راول الميدان معناتها. لا لا لا، لو فما قرار سياسي موجود النجم على شهرين نعملوا دستور مبلفط سيدي. لا لا ماهوش مبلفط الدستور، على خاطر لا 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 خاطر نصبروا ثلاثة شهور كيما من جويليا لأكتوبر. لا لا لا، الدستور ماهوش مبلفط، واللي جن قاعدة تخدم العطلة النيابية باش تنتهي قريبا ستة، فهمتني؟ ونجموا يخدموا ويظفروا كل الجهود باش يكون الدستور حاضر 23 أكتوبر. قضية الانتخابات قضية أخرى، ما بين 6 و 8 أشهر ما فماش أمل باش ننظموا انتخابات شفافة ونزيهة في ظرف أقل من 6 أشهر، هو حلاوتها 8 أشهر. أما كتابة الدستور وصياغته والتصويت عليه ينجم يتعمل في 23 أكتوبر لو فما عزيمة وقرار سياسي. سيادة بن فضل باش نسألك أسئلة خطيرة، حاول جاوبني. هل كي قالوا خبز وماء وبن علي لا ما في بالهمش أنه باش يقص عليهم الماء زعما؟ والله المشكلة اللي احنا اليوم في نتجولوا في داخل الجمهورية نعديوا في نص وقتنا نسمعوا في كلام ناس بدأت تقول الناس، وهذه كارثة وطنية. في النظام البائت على الأقل هذا الأمن، الغلاء، المعيشة، الماء، وهل المجر. الشعب التونسي يجب يعرف يقولها مواطن، أما كان يقولها واحد في حزب تولي خايف، كارثة تولي. مواطن يقولها تغشش قالها من خرجت فوق يلزم مقلبه. الشعب التونسي يعرف أن كل ثورة سمحني يقولها مواطن، أما ما يلزمش يخدموا بها رجال السياسة. لا بالعكس، خاطر مواطن تنرفز قالها وبعد يندم، أما رجل السياسة ما يبدش يخدم بها. على هذاك قلت لك احنا تو نص وقت نعديو فيه باش نفهسوا للناس راهو كل ثورة عندها استحقاقات وفما حاجات طبيعي، فماش عصا سحريه باش تحل المشاكل الكل. اما ما تدافع على الحكومه من غير ما تشعر. لا لا، باش ندافع على الحكومه. لا لا، هذه حكومه شرعيه، هذه حكومه قامت بمهام ولعبت في بعض الملفات دور ايجابي، ولكن الحكومه هذه لازم تفهم اللي ما تنجمش كل ما توصل العقبه وما تنجمش تتجاوزها تحمل المسؤوليه للمواطن. واضح. حسب رايك شكون يخلص اكثر، مايكل الرامو ولا محرز زي العبيد؟ والله نتمنى ونحب ما نحب نطلب حتى حد، نتمنى انه مايكل يخلص اكثر من محرز زي، على خاطر لو العكس وقتها تولي كارثه وطنيه. السيد راشد الغنوشي قال بمعناه انه من يعارض الحكومه او النهضه هم اعداء الاسلام، هل تفكر في ان تغير اسم حزبك الى المسار القريشي التقدمي؟ لا. والمداخلة هذه تاع سي راشد حسب رأيي ماشي في محلها بالكل، وحسب رأيي حتى حد في تونس الثورة عنده الحق باش يلعب بمقدسات الإسلام. رياضي تونسي خسر في الأولمبياد لندن، علاش؟ لأنه صباح راقد، هل تفكر في ضمه للمسار؟ لا لا لا، خاطر أبارامون صبحتوا راقدين نهار الانتخاب. لا لا لا، المسار في صدد معناها تكميل هيكلته الحزبية وتواجده الميداني، وإن شاء الله معناها اللي صار في لندن ما يتكررش. وانتوكا احنا عندنا قناعة اللي المعركة الانتخابية الجاية باش تكون باش تجي فيها غرائب إيجابية. غرائب؟ غرائب إيجابية. معناتها قعدت وقلت اسمع رانا حكينا برشا ما خدمناش، المره هذه تخدموا بسكيت. لا نخدموا بسكيت وعندنا قناعه. خديتوا سيستم العريضه معناتها؟ لا لا لا، العريضه هي مفاجاه انتخابيه. اي غادرت الناس الكل. غادرت الناس الكل، اما احنا عندنا قناعه اللي الشعب التونسي اللي بعد فتره استبداديه طويله وقوه فلوس وقوه نضال صوت لحزب
حركة النهضة. اليوم عندنا قناعة اللي نتيجة الانتخابات مش تكون مختلفة تماما، ولذلك يجب من توا نبنيو تحالفاتنا وندخلوا في الصميم في المفاوضات مع كل الأطراف. هذا اسمه تعملوا في الحصيرة قبل الجامعة؟ لا 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 يجب، لا لا احنا لا مش حصيرة، فما تجربة القطب أي خلاتنا نفهموا اللي طرح قضية القيادات قضية مركزية، تعمل برنامج سياسي برنامج اقتصادي وتطرح قضية الزعماتية في الآخر أكبر كارثة. ترياغ معناتها سمحني قصيت عليك، أما برشا زعماء عادي وقت ينقضوا في النهضة أكثر من أنهم يفسروا برنامجهم. هذا غلط. هو هذه غلطة صارت معناتها في هذه غلطة فاتحة. يلزم اليوم القوة الديمقراطية القوة تعطي البديل متاعك، تعطي البديل متاعها، تعطي مشروع إيجابي، ويلزم المشروع الإيجابي هذا يواجه مشروع آخر، على خاطر في نهاية المطاف الشعب هو اللي باش يختار، ويلزم يختار إيجابا وليس سلبا. بالفليق يلزم ناس عندها القبول باش توصل لفلا، لا عندها القبول ونعدي وقتنا باش نفسروا مشروعنا وبرنامجنا، وما نقعدوش نفشخوا في بعضنا وننتقدوا سلبا الطرف الاخر. هذا اسمه نتعلموا من الهزيمه، نتعلموا، وهذا النقد الذاتي والتجربه تخلينا نستفيدوا من هذه الاحوال ونطوروا موقفنا. سياده رئيس الجمهوريه مشى باش يحضر مؤتمر الاسلامي في السعوديه وبعده باش يعمل عمره، هل تتوقعوا يدعي انه نهضه تربح باش ينجم يقعد رئيس؟ والله ما ظهر ليش، معناها اليوم اللي ينجم يقول ملامح الخارطه السياسيه التونسيه بعد 3 أشهر يعطيه صح. أنا حسب رأيي الخارطة السياسية التونسية بستعرف تطورات كبيرة، والتحالفات الموجودة اليوم في المعارضة وفي السلطة معناها بستتغير طريقة سريعة جدا. واضح. مسار الديمقراطي يظهر لي بعد فترة مخاض اليوم دا يرجع للإعلام، دا يعطي في موقفه من القضايا كما سيدي بوزيد كما غيره. نجم نقوله اللي رجعتوا توا باش ترجعوا لسياسة التواصل مع الناس، باش ترجعوا تحركوا أكثر، خاطر لا لا أكيد معناها كان فما غياب كبير، كان فما غياب، رغم أنه معناها نوابنا نواب القطب اللي يمثلوا المسار الخمسة دا عملوا معناها شنوا معارك معناها في المجلس الوطني التأسيسي وينشطوا مع مناضلي الحزب، ولكن اليوم معناها العودة السياسية اللي باش تتركز في أواسط سبتمبر باش تبرهن عن تواجد المسار في كل المجالات. واضح. شكرا لك السيد رياض بن فضل منسق عام القطب والمسار الديمقراطي، يعطيك الصحة، نورتنا الليلة. الله يخليك. من فضلك سي رياض. ميرسي. لاباس اللي اليوم وفات، إذا غدوة ليلة العيد باش نتقابلوا في سهرية سبيسيال من لاباس ليلة العيد، سهرية كلها ضحك، إذا غدوة مش ليلة العيد باش نتقابلوا في حلقة عادية. تصبح على خير وإن شاء الله تونس ديما لاباس.